عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير، اموركم كلها على خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما ننساش بدايه كل فيديو نشكركم بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتخليو لينا اكيد، فشكرا لكم على الكلمه الطيبه. بالنسبه للمحل ديال خديجه، ناري يا البنات، ناري يا البنات. جربتي يا حسناء ياك؟ جربت. جربتي ملي حطيتي لنا؟ للاسف انك تشوفوا الفيديو مازال ما كتكملوش، كنقول لكم كاع التفاصيل وكتجيو تسولوني في الواتساب نفس الاسئله. المحل موجود مدينه سلا، خديجه كتبعت لجميع المدن المغربيه عبر امانه، والعنوان مصور لكم في اخر الفيديو. الا ما تسنيتوش تشوفوا الموديلات دوزوا لاخر الفيديو، راه كاين العنوان. المهم مرحبا والف مرحبا بكم. خديجه اليوم شنو هذا الشيء؟ مرحبا بك حسنة. ما هذا؟ اسمحي لي والله الا حضرت التصوير مع حسنة البنات قسما بالله الا كتعذب في الطبخ. اليوم ما كنا اليوم راه ما كنتش غنجي والله، ولكن حيت البنات قلنا فينا اما الوصفات، عرفتي حضرات معايا في الدار وعرفت بان تمارة عندها في التصوير ديال الوصفه. كنشكرك حسنة والله جيتي وبنتك حتى هي مريضه، ماشي مشكل، باش نحيدوا للبنات الستوك. الجلابه العجيبه جات. كلشي كيسول عليها، كلشي غير هو خديجه. هاد الجلابه راه فيها اشكال وانواع، وانت غتشوفي على حسب التفاعل ديالهم مع سميتو. شي موجوده لهم مفاجاه، ما نقولوهاش. انا غادي نخدم لكم الديزاين، واحد الديزاين ديالي انا وحسنة، انا وحسنة ديزاين واعر وان شاء الله يكون فيه صافي. عبري دخلتني انا ما يبقاش فيه انا وحسنة. يلا، والاهم ان الثمن، ثمن 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 صراحه عجبني بزاف. عرفتي لي وغادي نجيب لكم مازال جلال بالناس. غير واحد الحاجه، الناس اللي تيقولوا على الثوب واش ماشي سخون، لا البنات، هاد الثوب هذا غتمشيو تلبسوه العام كامل مزيان. واخا نبداو بهذا الموديل الاول اللي في البلوغوا، ملكي كيبان. ها هما الجيوب ديالو. اها كي جاك بنتي الجلابه كي جات؟ عجباتك؟ صحتك حبيبه، كتجي مع جميع لي طاي واقيلا، جميع لي طاي. اجي بنتي ما غنشدوش وجهك، اجي. هاد البنت ضعيفه وجاتها، يعني كتجي مع جميع لي طاي البنات سوا كانت ضعيفه. لا الصراحه جاتها ما شاء الله غزاله، الله الله يحفظك. سوا كان 170 درهم، هي باغا تزيدي 10 درهم. لا لا ان شاء الله كاينين حتى جلال ب 130 150 غادي نجيبوهم، يعني كل واحد يلبس على استطاعته. هادي 3400، 3400 وفيها الوان زوينه. شوفوا هاد الطرزه هادي راه منبته، يعني لاصقة في الثوب، ماشي طبعه، مطروزه كمبيوتر. ها انتوما مطروزه من الداخل. اها الثمن ديالها 170 درهم. غادي ندوزو معاك خديجه. بالنسبه للثوب هذا ما كنظنش غيتحبب، لان هذا انا عييت من فرق فيه البارح. كيبان لي بحال داك الكريب المزور، ياكي بحال الكريب تقريبا، ما غاديش. عرفتي هذيك اللي كتحبب؟ بلاتي فين هي ديك الروتو اللي غيرجح؟ جاتني وحده ولقيناها كتحب، راه وشراوها الناس وعيطت لهم قالت لهم ردوها يرجعوها. فين هي؟ باتي توريها لنا. هذه البنات الثوب حسنا قيسيها الثوب وقيسيها الثوب. لا ماشي بحال هذا طايح، ماشي بحال هذه. صيفطها لي واحد المحل، اول مره يصيفط لي الجلابه ديالو، ولكن صدقات زيرو البنات. شوف كلها كتحبب. انتم كتحبب. الحمد لله بعد الناس اللي خداوها كانوا باقي ما لبسوهاش، كانت جارتي بوحده اللي لابساها وعيطت لهم وجاوها وجابوها، وكانت وحده وريهم الشكل باش الا شافوها في بلاصه اخرى ما ياخذوهاش. هادي البنات ما تاخذوهاش، لقيتها في شي بلاصه كننصحكم. هذا الموديل هذا ما تاخذوش، هذا الزيرو هذا. صافي. و 200 درهم، 200 درهم هادي. وهادي ما كتحببش خديجه. هذا الثوب بريستيج كتخدم عند اختي، انا هاد الثوب زعمت عليه حيت اختي كتخدم فيه. يعني زوين ما تخافوش منه، ونتمناو الخير. هذا السيد اللي كنخدم معاه جلابه البرد، يعني العام كامل حنا خدامين معاه، الثواب ديالهم كلهم كيشكروها. لا طاي ستوندار، ستوندار الثمن ديالها 170 درهم، 3400. واخا نشوفوا هذا الموديل، هذا اللي 160 درهم. هذا النمر، هذه 160 البنات. بعد مني ولا ندخل فيك؟ 160. غادي نوريكم ان شاء الله. بالنسبه للثوب بلاتي، هذا الثوب ماشي بحال داك الثوب ياك خديجه؟ لا بحال غير الطبعه اللي مبدله. عطيني الالوان. هذا البنات راه ثوب صيفي خفيف ماشي ثقيل. عطوني الالوان هذه سربي. هذه بشحال الثمن ديالها؟ 160 درهم. 160 درهم وتيرا فيها الالوان البنات، غيجيو ان شاء الله الالوان كاملين. غنوريكم بعض الالوان. بانت لي الموضه دابا كلشي جلالب كيكونوا فيهم الجيب، كيكونوا فيهم الجياب. كلشي كيكون فيهم الجياب. هذه راه فيها الالوان، غادي نوريكم واحد ربعه الالوان واجدين عندنا دابا. ها هما، ها انتما، كاين الصومو، كاين الصومو، ها هي، كاين الموف، كاين الموف، شتو، كاين الزيتي، كاين الزيتي، وكاين النوار، حتى الزيتي والنوار فيها. هذه فيها خمسه الالوان. بالنسبه لهذه غندوزهم لكم في الماركو.
هذا ماشي اللون داك اللون اللي فصلتي فيه. وحده قالت لينا البارح ديك الشوميزه الطويله ياك، قالت لينا وحده وهذا اللون بغيت واحد اللون قوقي شفتو في الواتساب، قلنا لها كاين هذا القوقي عرفناه هو هذا. هذا ماشي داك اللي فصلتي فيه انت داك الكسوه الطويله؟ هي هذا هو اللي درت انا في الكريف البيساروميه. المهم هذا الديكراديات ديال الخضر ديال الخضر البارد هذاك الديكراديات الثمن ديالها 170. كاين هذا اللون، كاين هذا اللون اللي دارت من جوا في الباج، هذا الترابي مالك انا الدكانيه ما بغيتي تثبتي لينا الارض هانت. واش من الشوقه قلت لك شدي فيا راني عييت. كاين هاد الباج، الباج 70 درهم 170 درهم احسن. هذا عطيني ديك الالوان ماما بلو سياج. ماما نوريكم الالوان غير هكذا كتجي مخزانيه هاد الجلابه. شوفي البيضه حسنا ديال شي حاجه وشي عروسه كلشي يلبس اختي ياوي اللي بغيتها الله في راسها اللي بغى يلبس فورنيت انت مع شي سبرديله بيضه. السبرديل كديري اللون اللي عندك هنا في الشال، اللون اللي عندك في الطرزات. كاين الكري شو الكري تا هو واعر. كاين البلو مارين، هادي مسكينه طلع ليها الدم كعات كعات المانكا ما بغات توقف لينا. ها هي البلو مارين. كاينه هاد الكري حسنا ها هي. باقي الكرونه ها هو كرونه غوز كشيري. هذا الكشيري كشيري مرتديلا. كاين الصومو، كاين الصومو هانت صومو يعني الوان لا تنتهي. كاين فيها الوان بزاف، كاين الزيتي كاين الزيتي الوان كثيرة جدا. بلو مارين، بلو مارين كاين واحد الطرزة أخرى ها هي. هادي ما فيهاش الجيوب، هادي تاهي ان شاء الله غادي ندخلو اللوينات ديالها. هادي كاينه غا في الوسط. صافي كاين واحد المارو ماما ما عطيتوش ليا مارو. عاودي داكشي اللي قلتي عاودي. يلا سير حسنا الالوان كلهم كاينين. أيوة. ان شاء الله لا تنتهي ما عدا الموطارد اللي فيها شي خمسه د الالوان ولا سته هي ب 160 درهم وهادو 170 درهم. هادي عاودتيها جوج المرات 170 درهم 170 درهم. صافي غندوزو معاكم دابا العبايات، عبايات الجديد العبايه. جبتي لي العبايه؟ كاين زنيفه واعره واعره. انا دابا كنقيس الا لقيت ديالي غناخذها. عرفتي الثوب حرير حرير لواحد الدرجه ما تصوروش هانتوما. هادو البنات راه كيتباعوا ب 512000 ريال باش كيتباعوا هاد العبايات. غادي نقولوها لكم تنكملوا العبايات. ممكن شي مفاجاه. هو الثمن اصاحبتي. الثمن مفاجاه. انا دابا قلت لكم تقريبا شنو ولكن المهم تابعوا الفيديو. عرفتي بحال دوك العبايات. المهم ما نقدروش نشدوها البنات، ما نقدروش نشدو من الفوق لتحت. حرير حرير اللي بغينا نوصلوا لكم انه حرير. هادو احسن من دوك ديك اللي كانت عندي انا اللي كانوا بزاف الاخوات كيسولوني عليها. طايحه بزاف ولي طاي المفاجاه لي طايه البنات 52 شوفي 54. شوفي شوفي الا لقيت ديالي ديك الساعه غيرتاحوا. 52 54 و56 و58 و60 البنات برعتكم في لي طاي صراحه. قلت لكم ستوك شوفوا شوف مستوره 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 بزاف صراحه. حسنا ياك حضرتي قبل ما تبداي تصور تباعت. تباعت صراحه. انا السيده جات من طنجه قلت لها عبايه واعره، قالت لي اري قيسه، قالت لي عندك الذوق فعلا. وشوفوا حمقتها مشات مسطيه على عندي هاي. تحسنا اكيد غتعجبها اكيد. واللاتي والمفاجاه غدا هانتوما البنات العبايه الاولى اللي خطيره الصراحه. خطيره البنات عرفتوا نتوما راه كتيقوا في وعبايه بالقب. هذه عبايه عرستي جلابه موديل واعر واعر بزاف. شوفوا الديزاين واهم في هادشي في العبايه خفيفه. الاهم حاجه حسنا توب حرير توب طايح وحرير البنات حرير كيشطح كيشطح بوحدو. توب حرير هذا هو اللي كيقلبوا عليه الناس الميزه في التوب. شوفوا هذا الدريساج هذا جا حتى هنا، جا في الكم الديزاين وجا هنا في هذا الكم هذا وجا هابط هنا الوسط. واللي مهم ثاني في هذه العبايات راه فيهم طراقات، انا اختاريت السنسله كلهم جبتهم السنسله، راه فيهم حتى الطراقات البنات ولكن اختاريت لكم انا السنسله افضل. شتو الطراقات دغيا كيخسروا دغيا كيخسروا اللهم السنسله البنات. وحتى الناس اللي كيرضعوا ولا دغيا دغيا داك الديزاين اللي جاي هنا في الصدر وجاي في الكم دايرينه في القب. غنوريه لكم من الداخل من اللور. اجيبوا لهنا ومن هنا يلا حيدي هانتي. شوفوا كتبان بحال العبايه من البحر مع الضو قبلت مع الشعر. وتا هي راه كتجيب الشال حسنا. صافي رجع لها تجي
حتى هي كتعطيوها الشال ديالها، واخا بالقب راه فيها الشال ديالها البنات وطويل. نديرو لها التام نخافوا عليها من العين وطويله البنات طويله طويله طويله، يعني اللي جاتها طويله ضروري غتنقصها بحال انا خديتها. غتلقاوني البنات لابسه باش تاكدوا منها 100% راه كتحمق كتحمق البنات هاد العبايه. بالنسبه لي طاي عاودي طاي فيها 52 54 56 58 و60، اللي طاي ديالها وافين بحالي انا لبس 56 البنات، انا 56 انا 40 انا خديت 56، يعني انا شوفوا غتمشيو معايا بالوزن، الناس ديال الامانه غيمشيو معايا بالوزن، انا نعطيهم لاطاي ديالهم هي هذيك صافي. المهم كانت 200 300 داكشي على حسب لا هاد العبايه فيها لي طاي حتى اللي كيوزن حتى ل 120 120 صافي. المهم دابا بشكل خديجه تقول لكم ما تضعفوش العبايه كاينه ومازال جبنا عبايه كاع ديال 100 غنشوفوا حاجه دابا في الوزن 150 يلا راه كاينه حسنه راه كنهضر بس قولي لهم نجيب لكم ديال 40 باش ينقصوا في الوزن نشوفوا حاجه اخرى نشوفوا عبايه اخرى البنات. ها هي العبايه بينتها لكم لابسها لان بزاف الاخوات كيطلبوا انني حسنا واش غتنقصيها؟ لا انا انا الحلاوه في ديال العبايه هي تكون طويله كنظن عاوتاني بروغرام نشوف البروغرام. هي قالت لك جاتها هكا احسن. شوفوا الديزاين ديالها البنات ها انتوما هذاك ما فيهاش لابغيونس، هذاك الحجر هذا الحجر اللي فيها منبت بها من في النواخ. شوفي القب شوفوا الديزاين ديالها في الكم هذا في الكم ها هو راه ما كيبينش الكم والقب دوري حسنا ها انت هي القب ديالها حسنا فرحانه حيت ارتاحت فيها بصراحه عجبتها بزاف وتا انا خديتها ان شاء الله غتشوفوني انا وياها لابسينهم في فيديو ديال الكريب صراحه رائعين. والثوب كما قلت لكم دوك الثوب ديال السعوديه طايح حرير 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 البنات حرير حرير كيشطح بوحدو كيشطح بوحدو يلا البنات ما تعطلوش قبل ما كنبدا التصوير الصراحه العبايات كيحمقوا لبست البنات وحدها هانتوما صراحة عجبتها عرفتي الا شافوني كنحسي براسي ما لابسه والو ولكن الريشه ماشي ما لابسه والو بالنسبه للناس اللي بحالي عارفيني انا شنو كنلبس عزيز عليا العرض ما نعاودش لكم في هاد في هاد لابارتي ياك حقيقه ما كاينش هنايا تشوفوا البنات في هاد البلاصه هادي كنأكد عليكم خصوصا خصوصا هادي اللي بالقب ولي كغون طاي اللي كانوا محرومين من العبايات ما تضيعوش الفرصه ما تضيعوش الفرصه والثمن الثمن البنات خطير رائعه رائعه والله والله الا كنت كنقلب عليها ما كنتش قلت لك شوفيها ليا ومشيت لانزكان وتنقلب ما لقيتش بالنسبه للبنات الثمن الاولى العبايه الاولى نسينا ما قلناش لكم 330 درهم 6600 ثمن شوفوا نحطها 600 درهم غتبع لي طايره ولكن خديجه باغا تبيع العدد كيف العاده وباثمنه مناسبه و30 وغترحموني على داك الثوب وانا متاكده فيه 100% هذا موديل ثاني الاخرى بالقب هذه ما فيهاش شوفوا البنات شوفوا طويله وعريضه غتبينيها لهم في الاخير هذيك الاولى بالقب هذه ما فيهاش القب اللي ما بغاش القب هذه بلا قب هذيك اللي ورينا قبيله بالقب وكنعاود ناكد جبت لكم كلشي موديلات بالسلسله حيت الاغلبيه كنجيبوا الطراقات كيمشيو يبدلوها الخياط يبدلوها بالسلسله الثوب ما تديوش عليه مكمش عاد انا كنجمع الستوك ومن المميز فيها فيها بودي ها انتوما دو بياس من اليدين دو بياس من اليدين هذه طلقت الحضور صراحه خطيره هاد حتى هذه الصراحه لبسه كتجي في اللبسه رائعه ما عندي ما ندير لكم انا ما كنبانش كتجي خطيره في اللبسه البنات كتجي واعره حتى هي الثمن ديالها 330 ها انتم هذه دايزه من هنا فيها 52 54 56 58 60 خمسه د لي طاي يعني اللي كيلبس بلاتي راه يقدروا خديجه بالنسبه ل 60 راه حتى اللي كيوزنوا حتى تل 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 انا قلت لك فيها لي طاي واعرين لان انا هذه 60 خديجه وجاتني عريضه انا حيت كان كيعجبني العرض كيعجبني تكون وافيه شويه عليا لي طاي شكون هذيك عزيزه عزيزه اخيرا غتفرح عزيزه لقات لا طاي لقات لا طاي المهم هذا الموديل حتى هو ب 330 حسنه 330 غندوز معكم واحد الموديل اخر عزيزه خصك تشوفي الفيديو ديال غدا ضروري 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 كيعنيك الامر كيعنيك الامر يلا عزيزه فين المدينه فاش كتسكن والله ما عرفنا عزيزه عزيزه الرقيقه الرشيقه كتبي لينا المدينه فين كتسكني يلا غنشوفوا موديل بالنسبه لهذا الموديل حسنا قلت لك واش برعت الكرون انا ضغط انا ضغط هانتوما البنات هادو فراشات هادو بالنسبه للناس اللي تيبغيو عبايه على ستيل فراشه على ستيل فراشه واعره البنات
والثمن بحالها بحال الاخرين 330 درهم ولي طاي 52 54 56 58 و 60 ياك 54 حتى 60 حتى هي فيها 4 لي طاي من 54 حتى 60 حتى 60 وعشان الناس الغلاظ يلبسوا غير 54 راه وافيه البنات راه كبيره شوفوا الناس اللي رقاق ديالي يقدروا يلبسوا غير 60 59 الثمن ديالها 330 درهم بقات عبايه وحده البنات هي اللي مختلفه عليهم في الثمن نفس تبغي الديزاين ديالها 300 درهم غادي نديرها لكم دابا في المارك بقات وحده هذا حتى هو زوين في الثمن حتى هو نفس الثوب ديال هذا غير الديزاين كيشطح بوحده الثمن ديال هذه 300 درهم هذا موديل عادي ما فيه لا فراشه لا والو هذا بوحده اللي ب 300 درهم هذه بوحده عقلي عليهم زومي عليها حسنه زومي عليها لا راه باينين حيت كاينه ديك اللي بالقب وكاينه ديك اللي بالفراشه وكاينه هذه ب 300 درهم هذه 300 درهم البنات فيها حتى هي لي طاي حتى 60 المهم سكريني وتصاور اربعه د الموديلات عندنا د العبايه بالشيلان بطبيعه الحال بالشال ديال كنتمنى هذا الفيديو حسن ينال اعجابكم كما عجبنا حنا يعجبكم حتى نتوما حنا استمتعنا بطبيعه الحال استمتعتوا معنا في هذا الفيديو خلينا لكم الراحة تهلاو لنا في راسكم تهلاو لنا في راسكم البنات المحل موجود بمدينة صلاح حي السلام دارية البنات عرفتي راه مازال كنعطيكم الخاطر في الواتساب تنقولوا رجعوا الفيديو شوفوا العنوان البنات راه كاين في اخر الفيديو والله كنتمنى البنات غير تشوفوا غير لي ديطاي انا ما كنطلبش منكم تشوفوا الفيديو كامل حيت والله ملي كنخلي الوقت ديالي انا ما بقيتش غنجي عند خديجة وليت كنلقى لها السبة ياك قول لها مابقيتش جاية حيت كنضرب تمارة باش نصور لكم فيديو نتوما خذوا غير وقية تشوفوا لي الفيديو صافي ما طلبش بزاف يلاه تهلاو لنا في راسكم وخلينا لكم الراحة بنات كي دايرين لاباس عليكم نتمناكم تكونوا بخير غادي نوريكم العنوان عند خديجة اللي كتبيع الحوايج الحوايج والمانط وكلشي ياك والمعنى وكلشي غادي نوريكم هنايا دابا الطريق ديال اللي كطلع من الولجه ومن الطريق مرجان غوتي شويه خديجه هي احنا غندورو دابا على ليستيه والمحكمه على ليستيه والمحكمه ها هي المحكمه ديال حي السلام باش نعاود ناكد الفدائيه ديال حي السلام هي هذه كنمشيو مع هذا الشارع نيشان كنمشيو مع هذا الشارع نيشان حتى للشاطو راه الشاطو كيبان لكم المحكمه راه حداها العماله راه هي عمالة سالة هيا صافي غنبقاو نيشان حتى للشاطو حتى نوصلو للبوسطة غنبقاو نيشان حتى للشاطو حدا السطوب ونرجع معاكم باقي بقينا غادي نطول في داك الشارع ديال العمالة وديال المحكمة دابا راه وصلنا للشاطو قربنا للشاطو هذا هو الشاطو غتبقاو ديما شوفوا غير اليمن ديالكم شوفوا غير اليمن وديريكت نيشان غير اليمن غادي نوصلو دابا قربنا نوصلو للبوسطة اها غادي ندورو عليها ملي غنوصلو ان شاء الله المهم سيرو ديريكت تبقاو نيشان احنا البنات وصلنا للشاطو كاين ستوب ياك خديجه كاين تما ستوب علاش غيدوروا على اليمن ياك انتي هاي صيدليه كاين هاد الصيدليه هاي باقي حنا في اليمن ديالنا ما بدلناش الطريق هاي الصيدليه المهم الشاطو راه معروف اندالوس هاي صرف العملات هاي غتبان لينا دابا البوسطه كاين صرف العملات كاين هاد ستوب هذا اللي معروف راه ديجا هو في صورت لكم العنوان الاول مصرف المغرب هاي على اليسار هاي حنا غنبقاو في اليمن وكنأكد حنا في مدينة سلا مدينة سلا حي سلام حي سلام دابا ها هو ستوب تحرك هاي دابا غتبان لكم البريد البريد بنك المهم هما مزادين كاين البنك الشعبي عاد البريد بنك عاد التجاري وفا بنك يعني ثلاثة البنكات مزادين هانتوما ها هو البنك الشعبي ها هو البريد بنك هو البوليسي ها التجاري ها هو التجاري وفا بنك ها هو صافي كنطلعوا مع الشارع اللي كيطلع كنطلعوا مع الشارع اللي من كيطلع لاباز كيطلع لاباز هانتوما كاين هنا سبيطارة الحومة اللي صحة الحومة غنلقاو على اليمن غنلقاو على اليمن هذا راه سبيطارة الحومة زوم عليك ها هو الزنقة الأولى لا الزنقة الأولى لا هاد الزنقة ما تدوروش معاها غندورو الزنقة الثانية غندورو مع الزنقة الثانية هي هادي هاهي راه هي فيها مدرسة أبي بكر كندورو مع هنا هاهي صافي غنمشيو نيشان دابا كنمشيو نيشان بالضبط حانوت جاف هاد الشارع طبيعة الحال ما نساوش الفرع الأول اللي هو الأم كاين في الزنقة ديال أسماك البهجة بلاتي يا حياة نوقفو هنا ها هو الفرع الأول كيف كتعرفو كاين كتمشيو ديريكت على اليسار
كتمشيو على اليسار وكتدورو. وها هو ثاني، ها هو يا رضال، زومي على رضال اختي. ها هي رضال، وقفي هادي وسط حيات. ها رضال، ها هي رضال، ودوري على اليسار. وها هو الفرع الثاني ديال خديجه، هو هذا راه حدا اسماك البهجه، وحده مولات المواعي. وحده مولات المواعي، ها هي رضال. انفاس معايا، ها هي رضال اللي جات توقف في الباركينغ، غير توقف غادي نشير لها من المحل. اللي عندهم طوموبيل يوقفوا غير هنايا، وراه هي خديجه فين كاينه، يعني على اليسار مقابله مع رضال مباشره. هبطي وشديها من ليها.